عليكم ورحمة الله وبركاته. بيحتفل جوجل اليوم بإبحار الشراعي للأولمبياد، ومحرك البحث اللي حضرتكوا شايفين اتغير لونه، ذلك في أولمبياد باريس 2024 للإبحار الشراعي. فأقول دلوقتي حضراتكم تاريخ الإبحار الشراعي. الإبحار الشراعي بدأ في العصور القديمة جدا، واستخدمه القدماء المصريين واليونانيين والحضارات الرومانية، يعني حوالي 3500 سنة قبل الميلاد. دي كانت الإبحار الشراعي بدايتها، وطبعا تطورت السفن الشراعية طبعا من خلال القرون الوسطى، من خلال ظهور البوصلة ومراحل الاستكشافات الجغرافية طبعا. وبدأت بالنسبة للأولمبياد، أول بداية أولمبياد في الإبحار الشراعي كانت عام 1896، ودي كانت في اليونان، ودي كانت بتشمل طبعا قوارب صغيرة. اللعبة دي اشتهرت جدا في القرن العشرين، وخاصة في 1900، وأول أولمبياد برضه في باريس اشتهرت جامد جدا، وتم زيادة المشاركين في اللعبة، وشهدت اللعبة تطور رهيب جدا. واستمرت طبعا رياضة الإبحار الشراعي مع كل سنة أو مع كل 4 سنين في الأولمبياد. وطبعا في أبطال عالميين جدا وأبطال عرب جدا في لعبة الإبحار الشراعي، وهي لعبة معروفة كتير جدا، ومشاركين فيها في كل دول العالم معروفة وكتير جدا. دي كانت نبذة مختصرة عن لعبة الإبحار الشراعي وهي في أولمبياد باريس 2024. أشوف حضراتكم على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.